صدر الحكم بإعدام الطالب إسلام محمد فتحي بعد إدانته بقتل زميلته في الجامعة الطالبة سلمى بهجت مع سبق الإصرار والترصد في جريمة ارتكبت على مرمى حجر من هذه المحكمة. منع التصوير في قاعة المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة في محيطها ورضا من قبل أهالي الضحية عن الحكم رغم علمهم بنية المدان نقض الحكم. طبعا هم في طعن، لان طبعا دي اجراءات قانونيه لازم تمشي وده الدستور بتاعنا، يقدموا الطعن بتاعها وده عادي لان ديت لازم تجري اجراءات قانونيه في الدستور المصري. عايزها سلمى ان شاء الله بامر الله بعد ما يتنفذ حكم الاعدام على اسلام. والد المحكوم عليه بالاعدام حاول بعد رفع الجلسه رؤيه ابنه لطمأنته لناحيه الخطوات القادمه وتقدمه بنقض الحكم خلال 60 يوما من تاريخه. ده واحد مريض نفسي وله ملف في الصحة النفسية، ازاي ياخد اعدام؟ مفيش شرع بيقول كده، اكيد في اخطاء في اي حاجة. الحكم صدر بعد 4 جلسات فقط بدأت في سبتمبر الماضي قبل ان يستقر في عقيدة المحكمة ان المتهم لا يعاني من مرض نفسي وانه مسؤول عن افعاله طبقا للتقرير الطبي. تامر نصرت، العربية، الزقازيق.